الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك، طمني عليك. نكمل مشوارنا، نكمل قرارنا بالحياة في سعادة ورغد إن شاء الله. نكمل تعليمنا، نكمل مفاهيمنا، نكمل رسالتنا في الحياة، إن إحنا عندنا رسالة نقضيها. النهاردة هتكلمك على حاجة مهمة جدا، حكاية الهروب الكبير. الهروب الكبير عبارة عن إيه؟ عبارة عن رسائل جات لنا خلتنا نخش في حتة اسمها الداي دريمز أو أحلام اليقظة. ياه، أحلام اليقظة. أحلام اليقظة، أحلام اليقظة جت من بدري لما سمعت كلام مش مظبوط. أحلام اليقظة جت لما اللي حواليا حسسوني إن أنا إلا، حسسوني إن أنا ما عنديش اللي عند فلان، حسسوني ان انا في عيوب كتيرة، حسسوني ان انا حد مش مظبوط. فعلشان ارحم نفسي من الحكاية دي، خدت بعضي ودخلت للعالم بتاعي انا، هو عالم احلام اليقظة. الدي دريمز او احلام اليقظة باب كبير بيخش منه الناس اللي زهقانت من الدنيا، واللي زهقانة من حياتها، واللي هي مش عارفة تمارس حياتها بشكل طبيعي لأنها حست باضطهاد برة المربع بتاع حياتها، اللي هي سابت حياتها الكبيرة ودخلت في الحياة الصغيرة وأغلقت على نفسها الباب. حلمت بإيه؟ يا ترى اللي جوه ده حلم بإيه؟ خد معاه إيه؟ إحنا عارفين، خد معاه مغالطات، خد معاه كلام غلط، خد معاه أفكار سلبية عن نفسه، خد معاه حاجات كلها وهمية ملهاش أساس من الصحة، لكنها رسائل جات له من أب أو من أم أو من أخ أو من صديق أو كذا. أحلام اليقظة صحيح بتبدأ في سن بدري، لكن كتير قوي بتخش بينا في مواضيع تانية. احنا عارفين ان احنا ربنا رزقنا حوالينا ببعض الناس اللي بتخلينا تهبطنا، شغلتهم ايه هي كده، وان شاء الله يمكن اكلمكم عنهم في حلقة هنسميها يا اهلا بالمحبطين. طبعا اهلا بالمحبطين، بس خلي بالك انت لما تقابل المحبطين هيبقى عندك سكتين، يا اما تخش في السكة انك تقفل على الباب على نفسك وتخش في سكة اللي روح ما رجعش وهي احلام اليقظة، يا اما تسمع كلامهم دول تقول له والله بكرة هوريك. يا ما ناس قابلت ناس وقال له تعالى انت رايح فين؟ قال له راح اتعلم. قال له تتعلم دلوقتي بعد ما كبرت؟ يا بعد ما شاب ودوك كتاب. ايوه يا اخي هودينا الكتاب، وانت زعلان في ايه؟ هروح الكتاب من دلوقتي. شايب لكن عندي امل في بكره. خليك انت في نفسك. المحبط ده عامل زي اللي شايل فيروس، ما بيقدرش يقعد الا ما يعديك عشان تبقى الناس كلها زي بعض. عايز الناس تبقى كلها وحشه، عايز الناس تبقى كلها عندها نظره تشؤميه، عايز الناس كلها تبقى شبهه، فيروح جايب دالي عليك الحكايه ويقول لك انت هتعمل ليه؟ انت هتتعلم ليه علشان تبقى دكتور؟ ياه انت فين وحكيت انك تبقى دكتور فين؟ انت فين وحكيت انك يا اخي انت مالك؟ سيبني في حالي، سيبني في اللي انا فيه، سيبني في طريقي. بدل ما تقولي كلمتين تشجعني بيهم، لا عايز احبطك. ده هي المحبطين وهنتكلم عليهم ان شاء الله، لكن خلينا في القصه، خلينا في ودنك اللي انت فتحتها بقى علشان تسمعه وعلشان تقول له ها. ما هو انت عارف ان هو تعبان منك، وتعبان ان انت عايز تقوم، وتعبان ان انت بقيت نجم، وتعبان ان انت بقيت مشهور، وتعبان وقصه كبيره قوي. انت مديله ودنك علشان يتعبك اكتر؟ لا اوعى، لان حياتنا هتبقى مليانه ناس من دي. اي حد مقارنات بين اولاد في عيله هو يختص من نبي حرصه، مش بقى في سنه كذا، لا اصله سقط، يا مش يا هتلاقي من ده كتير. وايه يعني هي دي نهايه الحياه؟ لا، هو يحط لك على الحته دي ويمسكك بقى ويفضل يعتت فيك لغايه لما يجيب اجلك. فانت علشان يا ولده
تهرب من الحدوته دي تقوم تعمل ايه؟ تاخد بعضك جري وتخبط على باب احلام اليقظه، افتحي لي. عايز ايه؟ افتحي، انا مش قادر اعيش في الدنيا اللي بره، مش قادر، عمالين يدوني كرابيج نازله على ظهري، انت وانت وانت وانت، مع ان انا. تفتح الباب تخش وتفضل تتفرج على سينما الخيال او على خيال الظل اللي هو لو اتطفى النور مش هتلاقي، هتخش قصة في قصة علشان تعمل لنفسك افلام افتراضية ان انت البطل وان انت الهيرو وان انت نجحت وان انت كسبت وان انت بقيت وان انت بقيت. ليه؟ علشان فضلوا يزقوك 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 لغاية لما دخلت باب احلام اليقظة، وطبعا مش هيسيبوك، لازم يقفلوا عليك ويتربسوا عليك الباب، خليك ما انتش خارج. لا، الكلام ده ما ينفعناش، الكلام ده ما ياكلش معانا، عشان انت بعديها بتفضل قاعد سرحان وتايه ما عندكش حاجة. وللأسف لما تيجي تفتح الباب علشان تخرج من باب احلام اليقظة وتيجي تتفرج للعالم الواقعي، بتلاقي ناس كتير عملت وانت دخلت جوه المدفن. مش هقول احلام اليقظة، جوه المدفن، لانك بتتجمد، انك بتتفرج على وهم، انك بتتفرج على حاجات افتراضية انت بتخلقها لنفسك علشان تخفف الوجع من على دماغك شوية. تخرج للواقع، الواقع يضربك ويضربك ويضربك، انت فين؟ انت فشلت؟ انت سقطت؟ انت ما عملتش؟ انت فشلت في التجارة؟ هو انت سبتي ليه عشان ايه؟ هو انت معرفتش ليه عشان ايه؟ واسئلة تقرص وتلزع فيك، تروح جاري تاني داخل نفس الباب، باب المدفن او احلام اليقظة او الدي دريم، تقفل على نفسك تاني، تاخد شحنة من التصبير الزائف وترجع وتفضل ترجع وتطلع لما تبقى تعبان وتايه. وفي ناس كتير بتطلع من الباب ده على باب تاني باب أسوأ، بتطلع من باب الدي دريمز او المدفن ده، المدفن الاكبر، ان هو يحكم على حياته بالنهاية وهو عايش، يهرب في حكاية تانية، في حكاية المخدرات، يهرب علشان حد يقول له تعالى بقى ده انا هوريك احلام اليقظة سينما سكوب، انت بتتفرج عليها في حبة صغيرة كده، خد دي هتخليك تايه في عالم الخيال، خد دي هتدخلك في دنيا الاحلام والامان، خد دي هتدخلك في كل ما هو كذا وكذا، وتخش باب تاني من ابواب مقابر الحياة، باب اكبر واوسع، تخش باب الادمان، او تخش باب انك تلهي نفسك باي حاجة، تلهي نفسك بلعبة، تلهي نفسك بحاجة في النهاية حاجة مش مفيدة، وفي النهاية عمرك اللي محسوب عليك، ايامك اللي العداد بيعد عليها ويفضل ينزل ينزل، بيتسرق منك يوم ورا يوم. والحل انك تخرج، الحل انك تطلع، الحل انك بسرعة تشوف ربنا كرمك بايه، وتسيبك من الاحلام اليقظة دي، وتقول للمحبطين شكرا، كتر خيركم كفاية كده، انا هعمل. وعندنا قصص كتير قوي الناس قريبة وبعيدة، ياما ناس حواليهم حاولوا يكسروا مقادفهم زي ما يقولوا، يكسروا شكتهم، يكسروا احلامهم، لكن لا، ما حدش يكسرني. قول لنفسك، او انا هسميها مش الهروب الكبير، انا هغير واقول انا استحق الحياة، لان الله سبحانه وتعالى خلقني لاستمر في الحياة، ربنا خلقني علشان اعبده، ربنا خلقني علشان اعمر في الحياة دي، وانا فيا انطوى السر الاكبر، انا عبده انطوى فيا السر الاعظم، ازاي اهدم السر اللي ربنا سبحانه وتعالى عمله وقال ونفخت فيه من روحي، ازاي انا اشارك في جريمة كبيرة زي دي؟ لا، مش هينفع، مش هينفع ابدا انك تشارك في جريمة كبيرة زي دي ابدا، مش هينفع انك تموت بالحياة، مش هينفع انك انت تخش في دوامة الادمان. وما ادراك ما دوامة الادمان اللي دخل فيها كتير من ولادنا على اي مستوى من مستويات واي نوع من المخدرات
واي نوع من المسكرات واي نوع من ملهات الحياه علشان يهرب في سينما المدافن والمقابر، في سينما الهروب الكبير، في سينما احلام اليقظه. وعلشان ما اطولش عليكم، يلا بينا نرجع، يلا بينا نرجع، تعال نقعد، تعال نقعد، تعال اخد بايدك، تعال قول لي انت هربت ليه من كتر الكلام اللي سمعته، انت هربت ليه من كتر الكلام اللي قالهولي، انت هربت ليه من كتر المعامله السيئه اللي انا اتعاملتها. يا دكتور ده قريب وبعيد وكل الناس عملت معايا كده، محدش وقف جنبي، انت ما اتخلقتش علشان كده، انت اتخلقت عشان تقف. ما هو بكره لما تنجح وتبقى دكتور هيبقى اسمك انت بس الدكتور فلان الفلاني، مش هيقولوا الدكتور فلان فلاني اللي خالته فلانيه او اللي خاله فلان، لا انت. وساعتها هم هيجوا يقولوا ده احنا كنا بندعي لك، احنا بنتشرف بيك. بس خليك فاكر ان انت عملت بوقفتك لوحدك مع ربنا سبحانه وتعالى، انت عملت منك رجعت هات ايدك وتعالى. الكلام اللي انا سمعته منك ده ان انت قعدت على باب احلام اليقظه عشان هم اللي زقوك فيه، خبط، لا بلاش تخبط، اقول لك على حاجه اجمل كده، اضرب الباب برجلك واطلع، اكسر الباب واطلع، وتقول لنفسك لا يا نفسي انا مش ضعيف قد كده، انا قوي كتير قوي، انا حد ربنا خلقني وحط فيا كل القوه، حط فيا كل القوه اللي في الارض، ربنا نفخ فيا من روحه، ربنا اعطاني روح قويه، اللي هم دلوقتي بيسموه اراده الشفاء الويل، عاملين اتجاهات حديثه، العلاج بالمعنى والعلاج بالود والعلاج السلوكي المعرفي. هيقول لك كمان زي ما قال ارون بيك، تعالى انت عندك معرفه خاطئه في الحته دي. ارون بيك قال انت لازم تعمل لنفسك اسمه العلاج المعرفي السلوك. يعني ايه المعرفي السلوك؟ يعني انت عندك معرفه خاطئه في الحته دي، تعالى طلع الحته، اكتب ورقه وقلم وطلع الحته الخاطئه دي، شيلها، لما قالوا لي كذا ارميها، لما قالوا لي كذا ارميها. تخيل انت جنبك صندوق قمامه اعزك الله وبترمي فيه قالوا كذا قالوا كذا، وتكتب تاجيل، يؤجل 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 لحين البت فيه، لحين ما اقول لهم كلمه انا بقيت كذا، انا ربنا وفقني بكذا، كلامكم ما عملش فيا حاجه، لغايه لما يتفرجوا عليك، لغايه لما يبصوا عليك ويشاوروا عليك، بص بقى ازاي، لغايه لما تقول لهم انا بربنا وايماني، ارجع وقف وقرر هتقدر، والله هتقدر، هات ورقه وقلم واكتب وابعت لي الرساله دي علشان نقولها لناس تانيه تاخد رسالتك وتبقى دايره من دوائر النجاح. مستنيك تقول لي نجحت ازاي وطلعت ازاي وخرجت من باب السينما ازاي لباب الحياه، مستنيك تقول لي، ولغايه لما تقول لي اسيبك في امن الله ورعايته وقوته وصحتك وعقلك. سلام عليكم.